يا أمتي فاستبشري. ليل ويعقبه فلق، فلم التشاؤم والقلق؟ أمة تغفو لكنها لا تنام، وتمرض لكنها لا تموت. يموت علم ويولد علم، يغرب نجم فتشرق شمس، يموت ابن عبد السلام فيولد بعده بسنة شيخ الإسلام. وفي الوقت الذي تسقط فيه الأندلس وتسلم مفاتيح غرناطة، كان محمد الفاتح قد افتتح القسطنطينية وأضحت تركيا بنور الإسلام خافقة شامخة. في الوقت الذي ظنت أوروبا النصرانية أنها محت الإسلام من الغرب، إذا بنور الإسلام يأتيها من الشرق. في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام اليوم بضراوة من الغرب، هو اليوم أعظم ما يكون انتشارا في الغرب، حتى لقد صرح أحد مكاتبهم للإحصاء أن ألمانيا بعد 3 عقود ستصبح دولة إسلامية. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا عباد الله فاثبتوا، وبكتاب الله فاستمسكوا، وعلى السنة بالنواجذ جوال تذكر.